قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. إذن نبدأ أخبارنا في هذا الموعد الإخباري. أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس الثلاثاء بعين الدفلة أنه سيتم استحداث هيئة رسمية مكلفة بإصدار الفتاوى وستبدأ عملها قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح الوزير على هامش الملتقى 11 للمذهب المالكي الذي انطلق صبيحة أمس بداري الثقافة بعاصمة الولاية أنه سيتم تقديم مقترح في هذا الشأن ليتم مناقشته من طرف الحكومة. وأضاف محمد عيسى أن هذه الهيئة التي ستتكلف بإصدار الفتاوى وتوحيدها سوف يكون لها طابع علمي وديني في نفس الوقت، حيث ستضم ضمن طاقمها بالإضافة إلى فقهاء في العلوم الدينية مختصين في الطب وأخصائيين في الاقتصاد والعديد من الميادين الأخرى. وأشار أيضا الوزير إلى أن هذه الهيئة ستكون مرجعية رسمية للجزائر في مجال إصدار الفتاوى، موضحا أن المسؤول الأول عنها سيتم انتخابه من قبل نظرائه من المفتين المعروفين في الجزائر. لتصلك آخر مستجداتنا، اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.